جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأختنا أم عبد الرحمن من البحرين، تقول: إذا حلف الشخص فإن عليه كفارة يمين كما سمعنا من أصحاب الفضيلة العلماء، والسؤال: إذا أراد هذا الشخص أن يحج، فهل يكفر عن يمينه قبل ذهابه لأداء الحج أم لا علاقة لهذا بذاك؟ جزاكم الله خيرا. كفارة اليمين دين في ذمته لله سبحانه وتعالى، فكونه يؤدي هذا الدين ويبرئ ذمته فإن ذلك أحسن له، هذا مع سعة المال ومع الغنى. أما إذا كانت كفارة اليمين تضايق النفقة في الحج، فإنه يقدم كفارة اليمين. إذا تشاحت الكفارة مع نفقة الحج فإنه يقدم كفارة اليمين، لأنها دين في ذمته لله سبحانه وتعالى. والحج إنما يجب إذا كان عنده مال فاضل عن قضاء ديونه وفاضل عن حاجاته ومؤونته ومؤونة أولاده من ذهابه إلى رجوعه. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو الزاد والراحلة أي المركوب في كل وقت. فإذا توفر لديه مال زائد عن نفقته وعن حوائجه الأصلية وسداد ديونه وجب عليه الحج، وإن لم يتوفر من ذلك شيء فإنه ليس عليه حج. نعم.